يا أخي الحبيب. قال يا شيخ، يا شيخ محمد، ما تكبر راسك عن الشيخ. قلت خير خير يا أخي، بقول لك لما لا تحج؟ قال لي عاوز نروح أصرف لي 60,000 عشان أبوس حجر في مكة كده، خيانة. هذه صورة من صور الخيانة. فالفرائض أمانة، جوارحك أمانة، بصرك أمانة، سمعك أمانة، أنفك أمانة، لسانك أمانة، عضو الذكورة عندك أمانة، رجلك يدك، كل جوارحك أمانة. اسمع لربك جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن كل هذه الجوارح، هذه أمانات عندك، وظفت هذه الأمانة بأمانة أم أنك قد وقعت في الخيانة؟ يا أيها الذين آمنوا، يلا أما تسمع دي أصل السمع وافتح القلب. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يا رب؟ خلي بالك من الأمر ده جليل قوي، خلي بالك من النهي ده. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. ممكن عبد يخون الله؟ ممكن عبد يخون رسول الله؟ نعم، كيف ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك أوامره، ولا تخونوا الرسول بتضييع سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم. هل عرفت كيف يخون العبد ربه؟ كيف يخون العبد نبيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، أي لا تضيعوا أوامره، امتثل أمره لتكون من أهل الأمانة، كن أمينا بامتثال الأمر، كن أمينا باجتناب النهي، كن أمينا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، كن أمينا مع حبيبك المصطفى بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، باتباع سنته، بالذب عن شريعته، بتبليغ دعوته، بالصلاة والسلام عليه، بالتحرك لدينه بين الناس، بقولك وتصديقك وأخلاقك وسلوكك وعملك. لابد أن يكون مدخلك مدخل صدق، لابد أن يكون مخرجك مخرج صدق، لابد أن يكون قولك وفعلك قول وفعل صدق. هذا هو المؤمن الأمين. المؤمنون أمناء والمنافقون خونة، معلش شديدة شوية بس ده الحق، بقول لحضرتك المؤمنون أمناء. أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، أنت أمين وأنت أمينة بالإيمان، والمنافق خائن، المنافق خائن. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق، آية يعني إيه؟ يعني علامة. آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب نجاني الله وإياك من الكذب، ولسه هنوقف وقفة كاملة مع الكذب، اللهم اجعلني وإياكم مع الصادقين. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن، أيوة خان، خصلة من خصال النفاق. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، سلم يا رب، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أول خصلة قالها إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اؤتمن خان، سلم يا رب، إذا اؤتمن خان، أول خصلة، خصلة من خصال النفاق، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى المؤمنون أمناء والمنافقون خونة.
يبقى فرائضك أمانة فأدي الأمانة، جوارحك أمانة فأدي الأمانة، الكلمة أمانة، الكلمة أمانة، لا تستهن بالكلمة سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة أو مرسومة أو مكتوبة، أمانة. بكلمة واحدة قد تنال رضوان الله، وبكلمة واحدة قد تنال سخط الله. أذكر نفسي وإخواني من أهل العلم وإخواني من أهل الأدب والصحافة والفكر والتربية والتعليم، الكلمة أمانة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا أهلا لهذه الأمانة ولكل صور الأمانة. الكلمة أمانة حتى ولو كانت مرسومة عبر الكاريكاتير، أمانة. راقب الله سبحانه وتعالى قبل أن ترسم هذه الكلمة وقبل أن تنطق هذه الكلمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وتدبر معي قول ربي سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والسر أمانة، السر أمانة. يا أخي إن ائتمنك أحد إخوانك على سر فكن أهلا للأمانة، لا تفشي سر أخيك. وأنت يا أختاه إن ائتمنتك أخت من أخواتك على سر فكوني أهلا للسر، أهلا للأمانة بحفظ هذا السر، لا تضيعي هذه الأمانة. ومن أبشع صور الخيانة أن يخلو الرجل بامرأته في الفراش وأن يفضي إليها وأن تفضي إليه، فإذا أصبح وجلس بين إخوانه أو أقرانه أو زملائه في الوظيفة أو في المكتب أو هنا أو هناك أفشى سر امرأته، خيانة، نتنة. أرجو أن تتدبر معي هذا الوعيد. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته فيصبح فينشر سرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويزداد الألم حينما أسمع وحينما أقرأ بعض الرسائل التي تصل إلي والأسئلة التي تعرض من هذه الكلمات التي تقال بلا أدنى ضابط في بعض المكاتب في الوظائف. فقد تجلس الأخت الكريمة الفاضلة لتتحدث مع رجل في العمل بدعوى الزمالة عن أسرار الفراش، أمر بشع. أو يجلس الرجل ليحدث زميله في العمل عن أسرار الفراش مع امرأته، خيانة متنة. من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يصبح فينشر سرها. من أرق ما قرأت في هذا الباب أن رجلا من العقلاء الصالحين الأمناء